يشارك المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي ومقره المنامة في فعاليات الدور 41 للجنة التراث العالمي والتي تعقد هذا العام في بولندا بمشاركة دول أطراف الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي. وحول المشاركة ذكرت معالي الشيخة مي الخليفة رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي إن المشاركة في مثل هذا اللقاء الدوري تنم عن إدراك المجتمع الدولي لأولوية ملف الحفاظ على التراث العالمي الذي بات يتعرض لتهديد أكثر من أي وقت مضى، وحول تسجيل مدينة الخليل ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي صرحت معالي الشيخة مي عن فخرها واعتزازها باعتراف العالم بعراقة مدينة الخليل القديمة وما يكتنفها من خصوصية دينية من جهة وبالخطر المحيط بتلك المدينة من جهة أخرى. وكان لفرقة محمد بن فارس فقرة موسيقية قدمت خلالها مجموعة من الأغنيات من ذاكرة الفن البحريني الأصيل، كما كان للحضور فرصة التعرف على البرامج الثقافية المقامة في المملكة من خلال المطبوعات والكتب والمطويات التعريفية. في هذا المساء تستضيف مملكة البحرين نشاطا خاصا للترويج لآثارها ولكل ما يميز وطننا الجميل. لجنة التراث الإنساني العالمي تنعقد في بولندا هذا العام، ونعمل على دخول لجنة من جديد وأن ندرج مواقع أكثر في قائمة التراث الإنساني العالمي. وبالمناسبة بالأمس تم اختيار الخليل كمدينة تاريخية في لجنة التراث، وهذا فخر كبير لجميع العرب وللعاملين على المحافظة على هوية البلدان وآثارها. دائما نقول أن آثارنا هو أهم ما تميز مملكتنا، لذلك نروج لها عبر هذه الفعاليات التي تسلط الضوء على أهم ما يميزنا.